كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم عن تفاصيل برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي الوزارة، وبين خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة أن فئات البرنامج سيتم تقسيمها إلى 4 فئات: ألماسية وذهبية وفضية وبرونزية. صحيح عبد الحكيم، وبين أيضا أن البرنامج سيشمل منسوبي الجامعات في المستقبل، مشيرا إلى أنه سيزيد معدلات الاستقرار وكذلك الرضا الوظيفي. وقال: وصلنا لإقرار هذا النظام بداية مع تكافل الراجحي، وهناك شركات أخرى ستدخل في البرنامج بإذن الله. وأضاف ذلك إشارة إلى أنه تم دراسة تجارب المؤسسات الحكومية في التأمين الصحي بكل متغيراته وشروطه وكذلك التزاماته وضوابطه. وقال كذلك: ما توصلنا إليه حتى الآن وما سنعرضه في الأسابيع المقبلة سيوفي بحد متميز في قطاع التعليم. أيضا يستفيد من المشروع نحو 500,000 من منسوبي الوزارة، حيث تبدأ شركات التأمين استقبال طلباتهم في هذا الشأن. طبعا يا خالد، بداية ما كانت موفقة بالنسبة للمغردين، كان عدد من التغريدات يعني غاضبة من هذا القرار، وتتمنى أن يكون فيه يعني قرارات أكثر، وينتظرون كذلك الأسابيع المقبلة أن تكون أفضل بالنسبة لهم. التغريدة الأولى كانت حاضرة معنا في حلقة الليلة من عبد العزيز، يقول والتغريدة تطلع معنا الآن على الهواء. عبد العزيز يقول: قبل مدة أخذت عرض من بوبا ب10,000 في السنة، وأنتم 15,000، فين التعاون مع المعلمين اللي نسمعه؟ تأمين الأجنبي 500 ريال بالسنة. ريم أضافت في تغريدة أخرى تقول: الأقساط هي أكثر من العلاج نفسه، الله المستعان، وكمان شهريا، ليه كل شهر الإنسان هو تعبان؟ تساؤل. صحيح. التغريدة القادمة ليست ببعيدة عن أخواتها، فيه غضب يا خالد غير طبيعي. هادي العصيمي يقول: بضاعتكم ردت إليكم، الله لا يحدنا عليكم، إذا رغبنا بالتأمين ندل الشركات. ندل درب الشركات. صحيح محمد، وهي أيضا جزء من التغريدات اللي رصدناها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. بدحكي طبعا مشاهدين الحديث أكثر عن تفاصيل هذا التأمين، معنا على الهاتف الدكتور أحمد الغامدي مدير المبادرات النوعية بوزارة التعليم. حياك الله دكتور. يا مرحبا، حياكم الله جميعا يا شباب، حياكم الله. خليني أبدأ معك دكتور، تابعت العديد من المغردين اللي اشتكوا من ارتفاع الأسعار، دائما بعض المواضيع اللي تظهر بدون تفاصيل يأتي التساؤل عليها بشكل كبير. أولا خليني أبدأ معك، إيش الفرق بين تأمين وزارة التعليم وباقي التأمينات اللي موجودة خارج نطاق التعليم المتوفرة بالمملكة؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا في البداية هو الحكم على الشيء هو فرع عن تصوره في البداية، فما طرح اليوم في المؤتمر الصحفي ليس كل ما هو موجود في التأمين الطبي، وليس التصور موجود عند الجميع المستفيدين من الوثيقة التأمين الطبي، وكذلك هو عرض الأسعار يختلف من وثيقة إلى وثيقة، وكذلك يختلف بناء على مجموعة من المعطيات. أبرز هذه المعطيات هي المنافع الصحية التي سوف يتلقاها العميل أو المستهدف. الأمر الثاني وهي نوع الشبكات التي تغطي هذا، فنحن نقدر مثل هذه ردود الأفعال، ولكن على الرغم من ذلك يوجد ردود أفعال إيجابية ورضا لدى بعض الشرائح. طيب دكتور، وصلتنا عبر الحسابات في البرنامج استفسارات كثيرة لكن لا يوجد وقت، ممكن مثلا من منصة تستفسر جميع أو تستقبل استفسارات جميع المعلمين والمعلمات، هل يوجد هذه المنصة؟ بإذن الله تعالى الأحد بإذن الله تعالى يكون في عندنا موقع تويتر متكامل يرد على كل التساؤلات والاستفسارات بإذن الله. البرنامج إن شاء الله سيطلق بعد أسبوعين بإذن الله كما أشار معالي الوزير اليوم في المؤتمر الصحفي. ممتاز. سوف يكون كذلك لدينا شراكة أخرى غير تكافل الراجحي، وهي مسار للتنافس بين الشركات في تقديم خدمة طبية متميزة لشريحتنا الكبيرة وهي شريحة منسوبي التعليم بشكل كامل. طيب دكتور أحمد، خلني أسألك كذلك في نقطة أثيرت كثيرا، يعني الآن الشرائح موجودة أو الباقات موجودة لكن لا يوجد لها تفصيل من ناحية عدد المستشفيات، النطاقات اللي راح تغطيها. هل هذا سيتضح خلال الأسابيع القادمة أو سيكون عليهم أن يعني يتجهوا إلى الشركة ويستفسروا منها؟ لا يا طويل الأمر، هو مثل ما ذكرت لكم يا شباب الحين البرنامج أطلق في مؤتمر صحفي ولم يتم الإجابة على كل تفاصيل البرنامج. صحيح. تمام. تفاصيل البرنامج هي موجودة، ولكن مؤتمر صحفي ساعة لا يستطيع أن يغطي عمل عام كامل في تصميم وثيقة متخصصة خاصة بمنسوبي التعليم.
يوجد شبكات طبية متكاملة ولدينا وثيقة متكاملة عن الشبكات في كل الفئات الأربع. هذه الشبكات متوفرة وسوف تنشر على الموقع الخاص بموقع الوزارة في البورتال الخاص بالوزارة إن شاء الله تعالى. نحن فقط ننتظر ما تفضي إليه نقاشاتنا وكذلك مفاوضاتنا مع الشركة الأخرى. تمام دكتور أحمد الغامدي، وأنت مدير المبادرات النوعية بوزارة التعليم، شكرا جزيلا لك.